السلام عليكم، انا حسام. النهارده هعلمكم حركه البلانش من الزيرو للفول بلانش. السلام عليكم، انا مؤمن. النهارده هقول لكم تبس البلانش تخلي الحركه بالنسبه لك اسهل والفورم احسن. عشان بلانش تبقى اسهل معاك لازم تهتم جدا بتمارين الاطالات وخاصه اطالات الحوض، لازم تعملها كل يوم. دي هتخلي البلانش بالنسبه لك اسهل وتزود وقت اكتر وتخلي الفورم احسن بكتير.